أبها إلى مقواب تري صدع هوينا هوينا هل هل بس صوت ما حيت أبها صدع حقوق ترين كرتو هوينا هل وقت يسموها دي خوف تريكر أبها للراحة أبها سكجر مركا خوفك مركو أنت آخره وحلوه أبتريا هويو مركا سبوت محيط هاي أذ هويو أبرو وإذا أبتريس كده إلا أنت دابك الله سكول كدي وح قرت ده هوي أبها لو قرتا ساز باكو قرتي ساز باكو قرتي أوغا إلا صدحات إلا أفراد واتقانا أي إذا إلا أي إذا صدح هذا فرد أي إذا إلا صدح هذا فرد ها طلبت إلا صدح ما أغني صوبت محيطة مركا أي أدوق إلا صدح هذا يرتق عن إلا أفراد أي هنا عاد إلا أفراد والله بوقي هاي إلا أي إذا تتم بقصي هذا الجنا أي إذا هاي إذا دشي يا هاي إذا هاي إذا دشي أي إذا عبيد الله ناس أنا مكود هذا الجنا تم دشي تين تكو حكتهم بس إن أباها إلى مقو أبتريك أبي إلى سومالا جيكرا إلى سومالا أوكي هوي إلى مقا جيكرا سيموي هوي أبو سيمو أبتريكرا هوي نو أبتريكرا أبو نو أبتريكرا هوي إذا مسلا أباها إلى أنت جينكر تدو جينكر ها أبي ن و أبتريكرا هوي نو أبتريكرا أوكي سأش سبب تنكوي ديو حيت هاي بدنا سومالا إذا إن مركو قفكو إنتو سيدي بقفكو مركو إنتو حلقوه أبتريا هوي سمعن سبب تأوبر وين سومالو هو يدا أنت أبتر كي يقان أبا محيطا بدنا ديلمها محلوش يا مر كورينا أي أبا أي أي كو أبتسان أو سيمبري أبا أي حاجة دجرا لكن وار تمر كراك لسه جورسنا محلوش هو تا حاجة هو يدا حاجة أبا لوس هو تا حاجة هو يدا لموت مر ك هو يدا والله هو تا سيمبري سال علي قد مر ك أبا هي سأكو أبتسان بدنا أو بدينهم مر ك محلة ده هاي إن أدوات بود جرانسا لكن محل دي لا يرى أما دتك عن أقوانين أبتركو والله محل دي لا هاي تو هو رأي أو كسو كري أو كأبتر ستو هاي ده جوز أفك سومالي محكو برئيس هاي ده مرك هاي ده كأبتر ستة على مهم ستو هاي هاي ده أتق أتقون تيد معناه أترك ده أوكي كانوا جدا بيسا قفك أو إلا صدحات إلا أفراد إلا شناد وقرنية سبب تأيي إلا أفراد إلا شناد متقنا ما يدي أيي أبا مس أي هوي أيي هوي أيي أبا لا هو كم سوكر أنا بحبك مشي كار. مي أعداد حتى أوجا بما تكو سوكر أوجا كسد حد نيت سوكرت أما أوجا فوان تقعنا صوت محيط ما. والله يوم كارن كار. تا. حلت كم سيسر تا هذا عندي عندي كرا. لا بدي نولد بس على يقعد تري أبي هو يا نول أبا هو يا أبتر كذا وأنا كنا أبا ما كرنا يا مركا. أيوه ما وزي ويدنب. إلا حتى من هو. ما. الله. كوسو دويني يا برامج كده سكانسل تي في مقع. مجيء وفيصل عبد الله عبدي. فيصل وكسود وين يا؟ إن سؤال شو هو رزق ودينيو؟ أباه إلى مقو أبترك. أبي والله لا يأفر لا يشن. أيضا. كويدي نسدوك اللي تنتهى سكله. إن سؤال شو كويدي وحتى أفك مركو دينتو وحلو أبتر يا هويو. سببت إلا أباه أيضا لما تكو جين كرت هويا ده أنا عادو جين كريم. إن كل دي تاسي حواي قفكو دي. أولي سحابي ما شاء الله وابتر سدوا من أبا سام في اليوم، so ده هوي دوا ناس بالنوري، لكن ده أبا دبر كيسات كي ماتي. وهاك أو وذا أو ويا شا إلى ما قطع. أو يدي إذا أو جي هوي أو جي أبو، إي وانكرنا إنتس. يعني إلى ما قط ترين كرتا. إلى أفر ملاس وعكسين. أيين. أي أبرش ما يهوش إلى ما قط. أيوه أو أبو ده شيء إلى سدح وانكرسين كرايدنا. صوت محيط هاي هذا هو إلى أفر وجين كرت أيينا لكن هذا وجين كرين إلى أفر. إن برندي تاسي دي أرتو حاوي إن حماني كمان لكن سي أولو إس دنك أبوم بنتاجرا. وحنا كوسو دوين يا برامج كده سكانسل تي في مقع. فعلا محمد عبدي. وكسو دوين يا إن صدح سؤال ده كويدين يا إن سؤال شو هو رسا كويدين يا أبا هاي لما يقوى. أبا هي. إلا أيوة ماشان شو غانيكا أي هوي ذا هوي ذي يا إلا أيوة ماشة إذا نشوك تو أوكي إن أيوة ذا ميقا أو أبا أوغا إلا أوغا واتي وذكرتا إلا شان يلحق بدن أيوة إلا ميقا وذكرتا أيوة ذي يا
ayay hooyo dhashay ayay aabba dhashay ilaa ciddeeda meeshay ku joogtaan geyn kara meeqa ayay tirin kartaa meeqa ayay afar ayay ilaa shan ayay geyn kartaa haa oo aad taqaanin in ayadooda aad sixi kartid haa haa maxay tahay sababta qofku uuna ayayada u aqoonin oo labaad koob u yaqaano ama laba u yaqaano sababta awowayaasha ilaa lix u yaqaano maxay tahay awowyaasha ilaa awowyaashaa baraan ayayaasha kaar iskama siiyaan inay baraan ilaa iyo intii kasoo jeedaan sababtu waxaa waaye inaysan barin dee ciyaalka badanaa kuma abaabiyaan ama maba is arkaanoo hortood bayba dhintaan binti ciyaalka barbaa awowahana soo ma dhinto haa awowaha laakiin wuu usii sheegayaa waa loo sii sheegay aabbihii baa sii barayo marka okay su-aasha kale ku weydiinayo waxaa dhashay wiil iyo gabadh shaqo yaraad haysataa jaamacad high school ay dhameeyeen mid walba jaamacad waxaad awooday inaad ka bixiso hal mood mid kaliya jaamacad labadooda hal mid bis aad awooday inaad ka bixiso gabadhaydaa ka bixin lahaa sababta sababta wiilka ooyo kaluu yeelanayaa marka gabadha ka bixin lahay waxaa kugu soo dhawaynayaa barnaamijka kadiska asal tv magacaaga anigii daawuud cali cabdulle daawuud waa ku soo dhawaynayaa su-aasha ugu horreysaa ku weydiinayo aabbaha ilaa meeqa u abtirin karta aniga ilaa iyo sideed hooyana hooyana ilaa iyo sidoo kale lix okay ayeeyda awooga ilaa iyo shan lixaa geyn kartaa laakiin ayeeyo ilaa meeqa geyn ayey saddexdeeda magac saynab sheekh cali maya ayeeyo meeqa ayeeyo may hal ayeeyo tan hooyo sababta maxay wallaahi tii kale may tii kale maana arkin aabbahay dhashay maya de sababta awoowayaashaaba maad arkin laakiin waa waad garanaysaa magacyadoodii marka ayeeya lamaana kulmin laakiin ayeeday hooyaday dhashay qaaray iga soo korisay waa iska warqabnin waa is arki jirnay marka magaceedana ilaa iyo saddexaan aqaanaa waxaan kugu soo dhawaynayaa barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga magacii waa cabdifataax maxamed xirsi cabdifataax waa ku soo dhawaynayaa su-aasha ugu horreysaa ku weydiinayo awowga ilaa awowayaasha meeqaa geyn waxaan geyn karaa ilaa iyo shan iyo toban meelahaas ayayaashii waxaan geyn karaa oo aabbahay dhalmas hooyo waxaan geyn karaa maya wallahi waxaan geyn karaa laba ka badan ma geyn karo sababta maxay tahay wallahi ma aqaan ma garanayo ilaa iyo toddoba iyo toban ugeyn karta ayayna laba la udhaafin kara sababto waxaan waa dee aabba xaggiisa waan ku abtirsadaa soo maa haa hooyo aabu kuma abtirsado taasaa keenay waalidkaaga inaad weydiisid oo raadisi samee haa taasay ahayd haa sax waa saxsan tahay waxaa kugu soo dhawaynayaa barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga magacii waxaa la yidhahdaa maxamed maxamed waa ku soo dhawaynayaa su-aasha ugu horreysaa ku weydiinayo awowga ilaa meeqa tirin kartaa awowgay waxaan tiri karaa badi ilaa tobadhade ayay aabba dhashay ayay hooyo dhashay ilaa waxaan tirin karaa shan lix ayeeyo koow laba saddex ayeeyooyin maad tirin kartaa oo ilaa lix geyn kartaa maya 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 taas macquulgal maa si fiican waa ku fahmi waayey ilaa ilaa saddex ma tirin kartid sababta maxay tahay marka awowo ilaa toddoba ilaa toban aad geyn karta laakiin ayeeyo aad sababta wallaahi waa sababtaas waxaa kugu soo dhawaynayaa barnaamijka kadiska ansal tv magacaaga abey cabdikhafaar cabdikhafaar waa kusoo dhawaynayaa su-aasha ugu horreysaa ku weydiinayo awowo ilaa meeqa tirin kara awow ilaa tobana tirin kara ayeeyooyin ilaa meeqa ayeeyo aabba dhashay ayeeyo hooyo dhashay ilaa meeqa geyn kartaa ayeeyo aabba dhashay ama hooyo dhashay labadoodaba ayeeyo hooyo dhashay maxaan geyn karaa saddex afar saddex ayeeyo ama afar ayeey meeqa aabba laakiin aabba dhanka ayeeyo hooyo marka la dhahaa waa iidana shana geyn kala laakiin dhanka awow marka la dhahaa aabbo anu abtirsi ayeeyo kama wado waxaan ka wadaa ayeeyo labaad koow saddex ayeeyo waa geyn kara shan shan ayeeyo geyn kara okay sababta markaad badanaa ay dadku ayeeyooyinka ayna laba saddex u dhaafin karin awowana ilaa toban ay u geyn karaan wallaahi mooshi waa qof walba maskaxdiisa iyo sidii waalidkiisa waxu baraa awowe ilaa meeqa awowhe awow abtiri yani awow 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 ilaa meeqa geyn hal awow bis hal awow bis ha yacni tusaale ahaan awowga aabbaha dhalay awowga sii dhal awowga sii dhal garanaysaa sama ha okay ayeeyo ilaa meeqa geyn meeqa ayeeyo ayeeyo hal ayeeyo hooyo dhashee ha bis sababta maxay tahay
waxaa keenaysaa ii sheeg waa ku aftirsanaa that's why somali always culture-kay fiiriyaan iyo tribeskii ay badinayaan laakiin ayeye ma fiiriyaan i don't know why marka ayeyada adigu aabi aftirskaasa keenaysa inaa awow aa ku baratid maxamed waa kusoo dhaweynayaa ee su-aasha ugu horreysa ku weydiinayo awow ilaa meeqad tirin karta awow ilaa meeqad geyn karta awowgey waxaan geyni karaa ilaa maaragtay abtirkiisu ka dhammaado hau dhammaado ayeeyana ayeeyana sidaa camal maya ayeeyada abtirkeeda ma ahan meeqa ayeeya tirin kartaa oo taqa adii ilaa maaragtay ilaa dhowr ilaa saddex afar shan meelaas sababta maxay tahay awowe aad u ilaa oo aad ilaa shan awowe lix awowe aad u gaarsiin kartay laakiin aad u gaarsiin kara wallahi ilaa hadda ma sheegi kara sababta